اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. بعد قليل سيكون معي الكاتب والمفكر الاستاذ علي سالم. لجنه حصر اموال الاخوان تعلن من خلال مؤتمر صحفي اعلن فيه المستشار عزت خميس رئيس لجنه حصر واداره اموال الاخوان عن تحفظ اللجنه على اموال 901 قيادي و460 سياره، 328 فدانا، 522 مقرا للحريه والعداله، وتتحفظ على مركز سواسية لحقوق الإنسان. قدام حضراتكم الجراف اهو. تم التحفظ على 82 مدرسة، سيتم تعيين مجلس إدارة جديد لهم بداية مجالس إدارة بداية مع الفصل الدراسي الثاني. تم التحفظ على 532 مدرسة، اللجنة أدارت 98 شركة منها وتعيين مراقب مالي لهم. تم التحفظ على 28 مستشفى ومركزا طبيا، وقامت بعزل مجالس ادارتها القائمه وتعيين مجالس ادارات جديده تتبع وزارتي التضامن والصحه. التحفظ على 460 سياره مملوكه لقيادات اخوانيه، 328 فدانا، و17 قيراطا من الاراضي الزراعيه اللي ثبت ملكيتها للجماعه الارهابيه. التحفظ على 522 مقرا لحزب الحريه والعداله الذراع السياسي لجماعه الاخوان، و54 مقرا للجماعه على راسها مكتب الارشاد بالمقطم. عايز اقول لكم ملاحظة وانا بقرأ البيان اللي بتابع الكلام اللي جه في المؤتمر بيقولك ايه. كما تم التحفظ على 68 شركة وفرع مملوكة لرجل الاعمال الاخواني حسن مالك واسرته وشركة ايجيك وهي بيت خبرة هندسي كبير تم عزل مجلس ادارته، غير شركات تابعة لخيرت الشاطر اللي هي محلات زاد ومحلات سعودي. عايزكم تفكروا ازاي الملكيات دي كلها كانت بتتم في عهد الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك. نفسي افهم، نفسي افهم، علشان ده منطقة مش عارفين نقراها. كيف تضخم الاخوان؟ طيب هتقول لي كانوا بيتسللوا لاجهزة الدولة، دولة كانت امنية ما بتسيبش حد. اللي بتعين وكيل نيابة بيجيبوا جده كان ايه؟ اذا جده كان فقير شوية يبقى متبهدل ما يدخلش. ما بيسيبوش حد في الجامعات والمدارس والصحف كل المؤسسات، ومع ذلك قدروا يختاروا قماشي. طب المحلات التجارية وانت عارف قوائم الإخوان. طيب سيد وزير الداخلية كان بيتلقى تهاني من المرشد العام للإخوان المسلمين وبيكتب تحته كده المرشد العام، ثم فجأة يتم القبض على اجتماع سري لأعضاء ينتمون إلى جماعة محظورة في بني سويف ولا في المنيا ولا في الدقهلية ولا فين. طب انت بتمسكهم لانهم ينتموا الى جماعه محظوره وعارف المرشد واخد مقر وملغمه وبتراقبه؟ اللي تم مع الاخوان واللي وصل مصر الان كان في مرحله في الثمانينات والتسعينيات محتاجه تتقري كويس جدا، والألفين حجم الاستثمارات والسيطره على الاقتصاد اللي تمت في مصر عيني عينك. هذا ملف لابد ان يفتح، دي منطقه خفيه ما نعرفش عنها حاجه. البلد دي كانت بتتسلم ولا كنا ايه بالظبط؟ اللي عانيناه من بعد 25 يناير واللي وصلنا للي احنا فيه ما كانش نتيجة ظهور الإخوان في هذه المرحلة، كان نتيجة لتمكن الإخوان من قبل. يا رب يتفتح هذا الملف. قضية النهاردة الدولار. الدولار وصل ارتفاعه أمام الجنيه لليوم الرابع على التوالي، وصل سعر بيعه إلى 7 جنيه و 38 قرش والشراء إلى 7 جنيه 35 قرش. أنا النهاردة كلمت السيد هشام رامز محافظ البنك المركزي، قلت له عايز افهم موضوع الدولار ممكن تشرح لي؟ قال لي اه قوي. شرح لي وقال لي ان اللي حصل في السوق السوداء ده مش طبيعي ولعبه، وان احنا بنحاول نصل بالسعر العادل. احنا من شهر يوليو 2014 وحتى الان زاد الجنيه المصري في مواجهه اليورو 15%، وهذه الزياده غير طبيعيه لان احنا استيرادنا كل من اوروبا ضعيف وكمالي مش اساسي، فهذه الزياده غير مبرره، فكان لابد عن بحث عن سعر عادل للدولار. سالته هل معناها ان الدولار سيواصل ارتفاعه بهذا الشكل؟ قال لي لا، الامر تحت السيطره تماما، احنا عارفين كويس قوي ودارسين احنا بنعمل ايه. احنا بنحقق توازن في السوق، لكن ده ملوش علاقه باللي بيحصل في السوق السوداء. فكان كلامه مثير بالنسبه لي، استلزم بعض التحريات والبحث، فتبين لي بمعلومات موجودة لدى البنك المركزي ولدى الحكومة المصرية أن شركة، وهقول هنا بالأسماء المعلومات المتوافرة، شركة عز الدخيلة وشركات غبور وشركة تويوتا
التلاتة اشتروا بكم دولار من السوق السوداء بأسعار مرتفعة جدا، لا انهم كانوا محتاجين دولار وبيشتروا من الخارج كاش بفلوس كده ومقدمين على قروض في البنوك عايزين ياخدوا من فلوسنا وبيشتروا وبيرفعوا دون النظر الى حال البلد اطلاقا، ما بيبصوش ايه اللي هيحصل في البلد. هم وصلهم على فكرة وعرفوا النهاردة ان اسمائهم اترصدت فراحوا موقفين، فسعر الدولار راح نازل، سعر الدولار في السوق السوداء نزل مجرد انهم وقفوا وعرفوا ان الحكومة شايفاهم، بس ما يعرفوش ان الحكومة كمان هتنظر في موضوع القروض ده، مش هتعديها كده، مش هتسيبهم يروحوا ياخدوا فلوسنا من اي بنك وهم قاعدين يضروا بالاقتصاد القومي المصري. هذه معلومات مؤكدة ونشوف الايام الجاية ايه اللي هيحصل. اليمن لو اتكلمنا عن في قضايا العرب النهاردة، العرب اليوم، قضية اليمن، الحوثيون بعد ان حاصروا احد مقرات الرئاسة التي كان بها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مع مستشاريه حصلت أزمة كبيرة. دول التعاون الخليجي شافت ان ده انقلاب على الشرعية، المغرب طلعت بيان مهم، مصر طلعت بيان مهم، كان في شائعات ان الحوثيين بيتفقوا دلوقتي مع الرئيس اليمني وان يا جماعة ده مش انقلاب، ولو انقلاب كانوا خطفوه او قتلوه. يبدو انه ما كانش انقلاب، يبدو ان كان اتفاق، وربما يكون اتفاق تحت ضغط وتهديد. مين هم الحوثيون يا جماعة؟ يعني عشان تفهموا بس الحدوتة ماشية ازاي. الحوثيون دول انفصلوا عن اليزيديين، اليزيديين هم ينتسبون الى زيد ابن علي، هم صياغة كده ما بين الشيعة والسنة، لكن غلبت عليهم السنية شوية، فالحوثيون انشقوا. حسين الحوثي اللي قتل سنة 2004 زعيم الحوثيون في عهد علي عبد الله صالح انشق عن اليزيدية وأصبح قوة لوحده منتمي إلى دعم إيراني كامل بيمثل الشيعة بكل أفكارها، وخاض علي عبد الله صالح حروب ضارية ضدهم جدا. خدوا بالكم الحوثيون وأصولهم اليزيدية، منهم عبد الله الأحمر ومنهم علي عبد الله صالح نفسه، لكنه كان أقرب إلى السنية منها إلى الشيعية. فبعد الثورة اليمنية أو الاضطرابات اليمنية تصدر الحوثيون المشهد وأصبحوا جزء منه، ومع تفكك الدولة أصبح لهم قوة ولديهم سلاح وانضمت إليهم أجزاء من الجيش. النهاردة إيه اللي حصل؟ النهاردة خرج الاجتماع اللي عقده الرئيس اليمني عبد ربه هادي، اعتبر البيان الرئاسي ده صدر من قليل ان الدستور مسودة قابلة للتعديل والحذف والاضافة من قبل الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وحذف واضافة اي نصوص في المسودة لم تتضمنها وثيقة مخرجات الحوار الوطني. وكالة سبأ اليمنية اكدت ان اليمن دولة اتحادية طبقا لمخرجات الحوار الوطني وتوسيع العضوية في مجلس الشورى خلال مدة اقصاها اسبوع واحد، واضاف ان للحوثيين والحراك الجنوبي، خدوا بالكم من التقسيم، هو ده التقسيم اللي هيتم بعد كده، وبقية المكونات السياسية المحرومة من الشراكة في مؤسسات الدولة حق التعيين في كل مؤسسات الدولة بتمثيل عادل وفقا لما تضمنته وثيقة الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة، وتبدأ عملية اتخاذ إجراءات التعيين طبقا لموارد أعلاه بصورة فورية. وأكدت المسودة على التدام الحوثيين بالإطلاق الفوري لأحمد بن مبارك مدير مكتب الرئيس وسحب اللجان الشعبية من المواقع المطلة على منزل رئيس الجمهورية والقصر الجمهوري، إلى جانب الانسحاب من معسكر لواء الصواريخ وقافة النقاط المستحدثة من قبل أنصار الله. وفيما يختص بتطبيع الأوضاع في العاصمة صنعاء، أكد الاجتماع على عودة الحكومة وكافة مؤسسات الدولة إلى ممارسة عملها بصورة طبيعية، إضافة إلى دعوة كافة موظفي الدولة والقطاع العام والمختلط إلى العودة إلى أعمالهم، وكذا فتح المدارس والجامعات. انتهت مؤقتا الأزمة الحادثة في اليمن، ولكن الأيام القادمة لن تكون هادئة. اليمن في طريقها إلى التقسيم، كما خطر التقسيم وشبحه يسيطر ويهيمن على ليبيا، كما يطل برأسه على العراق وسوريا، وصل إلى اليمن، والبقية تأتي حفظ الله مصر.
أوباما تجاهل مصر وليبيا واليمن وفلسطين في خطاب حالة الاتحاد أمام الكونجرس النهاردة، كانوا مش موجودين خلاص. اتكلم عن الإرهاب، اتكلم عن إيه بس، ما اتكلمش عن الدول دي نهائيا. رقم اليوم تخصيص 4733 فدانا بدون مقابل لإنشاء مطار راس سدر، و3908 أخرى لإقامة منطقة صناعية بجنوب سيناء. عايزين شمال سيناء والنبي نبوس ايديكوا، فكروا في شمال سيناء وقبل مطار راس سدر، فكروا في الصعيد، الاولويات. شخصية اليوم الراجل ده، انا لما قريت الخبر ده انا منبهر مش مصدق نفسي. هذا الرجل هو عميد كلية الحقوق في جامعة بنها، الدكتور الشحات منصور. الراجل ده عمل حاجة غريبة جدا، بنته بتمتحن دبلوم الدراسات العليا في الاقتصاد، لما رجعت البيت بيقول لها عملت ايه يا حبيبتي؟ قالت له لا كويس قوي، بس عايز اقول لك حاجه، انا المراقب ساعدني على الغش. قال لها نعم؟ قالت له سهل لي الغش بعد ما عرف ان انا بنتك جملك يعني. راح الدكتور الشحات منصور عمل ايه؟ الراجل حرم بنته من دخول واستكمال امتحانات الدبلوم، قال لها اقعدي مش هتكملي الدبلوم، وحول المراقب اللي اتهموا بالتقصير في العمل الى التحقيق. في حد كده مصري؟ في حد كده؟ اه والله في كتير، بس الراجل ده صاحي قوي، الراجل ده حلو، الراجل ده بيضرب نموذج. لو قبل ان بنته تغش ما كانش هيحترم نفسه ابدا، بتغش بتستغل منصبه. والمراقب الجبان، فكرة مجاملة المسؤولين طول الوقت ده، المراقب سقط ضميره عشان بنته تروح تقول له، فيقول لها الراجل ده فين ويرقيه في اماكن اخرى يرقى. نعم، هذا المراقب ياخد فرص جامده قوي، والعميد يكلمه يقول له انا بشكرك جدا على اهتمامك ببنتي، ما كانش في داعي تتعب نفسك يعني، بس اللي عملته ده يعني كتر خيرك، يلا خدوا المقطع ده وسجلوا انه خيري بيحيي مراقب غشش بنت، ما عادي يعني بقت لطيفه. فيجي العميد ويمنع بنته من انها تكمل دراساتها العليا، هي لا تستحق. جايز لازم نعترف ان ربما ضميرها انبها، وربما لما راحت لباباها قالت الكلام ده هي عارفه باباها كويس. يعني خلونا نفترض الجانب الايجابي في المساله، انها بعد ما عملت ده مش مرتاحه، فرجعت لباباها قالت له حصل واحد اتنين تلاته، واتمنى انها تكون راضيه بقرار باباها. يعني هنتبسط، يبقى عندنا الاب وبنته، ويبقى نعم مربى. كلنا بنغلط على فكره، واضح ان انا عادي ان انا ممكن اغلط، بس ان اعترف بالخطا او اصلحه ده شيء محترم جدا. فانا احيي هذا الرجل اللي بنحاول نكلمه، ويا ريت يعرف يكلمنا علشان نحييه، لانه نموذج يجب تكريمه. عايزين نعلي من القيم من الناس دي. الراجل ده اتربى ازاي؟ الراجل ده طبيعي على فكره اللي عمله، بس احنا بقى الطبيعي شاذ عندنا، والشاذ هو الطبيعي للاسف. صوره اليوم، تعال نشوف الصوره، مش محتاجه كلام يعني، مش عايز اتكلم. شايفين الراجل العجوز اللي ماشي بعكاز ده؟ الراجل ده يتبهدل علشان ايه؟ عشان انبوبه بوتاجاز. الراجل ده العاجز كل حلمه انه يجيب انبوبه، اكيد علشان يشرب كوبايه شاي، مش عايز حاجه تاني، يعمل شويه شوربه عدس يغمس بيهم كده عيش مقدد، بتبقى حلوه قوي مع حته بصله ومخلل في الشتاء القارس ده. واضح انه ما عندوش حد، فنزل بنفسه وقف ساعات عشان ياخد الانبوبه دي. زميلنا المصور عماد الجبالي بحييك على هذه الصوره الجميله. كاريكاتير النهارده من جريده المصري اليوم بريشه الفنان الجميل مخلوف. بصوا على الهيكلين العظميين دول، واحد بيقول التاني بيقول لك هيشيلوا الدعم، في التاني بيرد عليه يا دي العيشه هتبقى صعبه قوي. ماتوا من زمان، المصري بيتحمل حتى هو ميت يا جماعه. المصري ده عنده طاقة وقدرة غريبة. عم بطاطا لذيذ ومعسل، عمره مطاطا لغير الله، لما بتقسى الدنيا يمثل انه خلاص سلم لقضاه. اه جمال بخيته على الحجار طبعا. تعالوا نشوف فيديو اليوم واطلع بيه فصل، عشان النهارده عايز اقول لكم بس ان ذكرى ال 126 لميلاد الفنان العظيم نجيب الريحاني، وذكرى وفاة أشهر حموات السينما المصرية ماري منيب، وذكرى وفاة الفنانة العظيمة
زوزو ماضي اللي ولدت في ديسمبر عام 1914 ببني سويف. هسيبكم دلوقتي مع فيديو لراجل مصري بسيط، الفيديو قديم على فكرة بس هو فيه عبقرية المصري وهو بيشعر عن حاله. حالنا ما بقاش حلو، حالنا عايزينه يبقى حلو. نحن لا نصدر تشاؤما، احنا نستحث الطاقة الإيجابية اللي جوه كل واحد ان تعالوا نغير بلدنا. مش هتتغير برئيس على فكرة ولا برئيس وزارة، ان احنا ما كناش حريصين ان احنا نغيرها مش هتتغير. هسيبكم مع هذا الفيديو ثم نخرج الى تقرير، ومن بعده استقبل ضيفي العزيز الكاتب والمفكر الاستاذ علي سالم. اي اللحم السمين اقذفني في وجهي بقطعة حمراء، بيني وبين العدس سوء تفاهم، والفول لا ترضى به الامعاء، اما الفلافل لا اطيق لقاؤها، نفسي تراودني على الكباب يا ايها الشواء، احب الرز في حشو الحمام وقبله بعزم واهتمام، ولحم الفرن اكله سريعا ولا اخشاه مهما كان حام، ارى بعيني من ديوك الروم شكلا ولكني اراه في المنام، يا من اكلت الروم حقا لذيذ الطعم بلغه سلامي، له في السمن طشطشة قوية، له في السمن طشطشة قوية تحاكي سماع قصيدة من شعر رامي، وطشطشة الدجاج لها موسيقى تفوق على الكمنجة والربابة، والشربة السخناء يا ابني ماؤها الدسم يغرق الشنابة، وأهلوا يداي نشبت في صدر ديك فلم أتركه ولو حتى أتت النيابة. وقتك لبلدك هي تلات محاور رئيسية. أولا إحنا بنستغل كل إمكانيات الأطباء المصريين العالميين في علاج غير القادرين، ده المحور الأولاني، وطبقنا ده مع تلات أطباء بالفعل، هما البروفيسور هشام عاشور مدير مستشفى إزرليون للولادة، ودي أكبر مستشفى ولادة والنساء في العالم، وهو متخصص في جراحات الأورام الحرجة جدا. كانت التانية مع دكتور ميم الدكوري، هو جراح المخ والأعصاب، أستاذ جراحة المخ والأعصاب في جامعة دوسلدورف، وهو من جراح المخ والأعصاب العالميين. والتالتة مع البروفيسور مسعد مجاهد، وهو بلا أي تجميل هو العالم رقم واحد في الجلدية في العالم كله، وله اكتشافات رهيبة، وهو واحد من الناس اللي عملوا أدوية كتير لأمراض الجلدية على مستوى العالم. احنا بنشتريها على انها أدوية ألماني، لكن في حقيقة الأمر اللي صنعها واحد مصري هو الدكتور مسعد مجاهد. ما دام في حد محتاجك وانت تقدر تيجي لازم تساعديه، لازم تساعديه طبعا. واحد محتاج وقال لك انا محتاج، وبعدين اتصلوا بيك وقال لك ان في ناس محتاجة العلاج ومحتاجين خبرتك، ان شاء الله بإذن الله ربنا يوفقني واقدر اعالجهم واساعدهم. ده مرض بصراحة احنا بنعاني منه كتير، وألم وعلاجه صعب وكده، فتواصلنا مع القناة على رقم التليفون اللي هو كان معروض على الشاشة، والحمد لله ربنا أكرمنا ورد علينا وبلغونا ان احنا نيجي في الميعاد ده عشان الدكتور جاي، وربنا كرمنا ويكون في الشفاء على ايده كده باذن الله. انا ما كنتش اصلا مصدقه، يعني هم يوم ما اتصلوا عليا مره ثانيه اتنين انا ما صدقتش، فضلت اعيط اقول مش مصدقه ان انا هشوف دكتور تاني ويقول لي الحاله ايه بالظبط ويفيدنا اكتر. ان شاء الله هتشوفوني مع الاستاذ خيري رمضان، ما تشوفوش وحش بعد الفاصل ان شاء الله.